نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للجن ديانات مختلفة كما للإنس كاليهودية والنصرانية وغيرهما؟ كما سمعتم في القرآن كنا طرائق قددا، منهم اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك والملحد، ومنهم المؤمن والفاسق الحاصي، لهم أصناف مختلفة. ولا يجمع الجن والإنس إلا الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو الذي يجمع الإنس والجن، اعتصام بالكتاب والسنة. نعم.